عطلة الفيل وأصدقائه. ذات يوم تجول فيل وحيدا في الغابة بحثا عن الأصدقاء، صادف قردا وسأله: هل تصبح صديقي أيها القرد؟ فأجاب عليه: جسمك كبير جدا ولا يمكنك التأرجح على الأشجار مثلي، لذلك لا يمكنني أن أكون صديقك. مضى الفيل في طريقه وصادف أرنباً فسأله: هل توافق أن تكون صديقا لي؟ فأجاب الأرنب: أنت أكبر من أن تتسع داخل جحر، لا يمكنك أن تكون صديقي. ثم التقى الفيل بضفدع وسأله نفس السؤال، فقال الضفدع: أنت كبير وثقيل، لا يمكنك القفز مثلي. أنا آسف جدا، لكن لا يمكنك أن تكون صديقي. ثم رأى الفيل ثعلبا وحصل على نفس الرد، لأن جسده كان كبيرا حقا. وفي اليوم التالي بدأت جميع الحيوانات تجري في الغابة بخوف شديد. وعندما أوقف الفيل أي أحد وسأل عما يحدث، فقال له أن نمرا يهاجم جميع الحيوانات، أراد الفيل إنقاذ الحيوانات الضعيفة الأخرى، وذهب إلى النمر فقال: اترك أصدقائي فورا وإلا
سأركلك. عندما رأى النمر جثة الفيل الضخمة خاف جدا وهرب من هناك على الفور. وبعدما شاهدت جميع الحيوانات كيفية إنقاذ الفيل لحياتهم، ووافقت كلها في انجسام في انسجام تام على أن تكون صديقا لهم. وقالوا له: لقد كنت على حق في أن تكون صديقنا مع هذا الجسد. وأدركت الحيوانات كلها أن الصداقة لا تتعلق بالحجم المناسب، بل الصداقة تتعلق بالأخلاق الحميدة. يا طلاب والطالبات، شكرا لكم على الاستماع. أتمنى لكم التوفيق في دروسكم، لكم السعادة في حياتكم إن شاء الله. إلى اللقاء، مع السلامة، في أمان الله.